وفي لبنان ضجيج على مواقع التواصل وغضب من النائب في البرلمان بولا يعقوبيان، والسبب ما حدث في الاستقبال الذي جهزته لها ثانوية أجيال المستقبل في قرية البازورية الجمعة الماضية، حيث انتشر لها فيديو تشيد فيه بحزب الله. خلينا نشوف الفيديو. وبدي حيي نائب هيدي المنطقة اللي اسمه الأستاذ السيد نواف الموسوي بهاللحظة بالذات. أستاذ مشهور عم بيسألني إذا معزومة على العشاء عند بومبيو، مع بومبيو وزير خارجية أمريكا، عارفين إنه بلبنان؟ فقلت له نحن قليل النواب اللي مش عازميننا، وهيدا وسام على صدري صراحة إني أنا ما أندعه. بولا غيرك معزوم عند بومبيو، أنت معزومي بضيعة وبأرض السيد حسن نصر الله. بيشرفني كثير، شكرا. وتحية لكل مقاوم في هذه الأرض. طبعا اللبنانيون رجعوا الأرشيف أبولا يعقوبيان وعادوا موقفها من حزب الله. خلينا نشوف إيش كانت تصف الحزب قبل هذه الزيارة. والله فرز اللبنانيين حزب شيعي، خلينا نقول الأمور مثل ما هي كما هو يقول، 22 من 82 الحرس الثوري الإيراني يدرب شباب حزب الله مدربين بشكل كبير على السلاح وإيديولوجيين إلى العظم. هذا برجع بقول لك لا يخدم فكرة لبنان، لا يخدم عروبتنا، لا يخدم أي قوة عربية موجودة، هذا فقط يخدم يهودية الدولة الإسرائيلية ويخدم منطق أنك تخلي الشباب يروحوا على الموت عقائديا كما تفعل إيران بالشباب الشيعة العرب وين ما كانوا، إن كان الشباب الشيعة بالعراق أو بلبنان، قتلوا فيهم بكوسوفو يا رجل. مقالات وتغريدات كلها انتقدت تناقضات بولا واعتبروا أنها غيرت مواقفها وبتلعب على الحبلة. خلينا نشوف التغريدات.